خلصنا اول موضوع اسمه الدايجيشن اوف الكربوهيدرات، واتهينا كلمه دايجيشن ان كل الكربوهيدرات بتاعتك اتحولت لمونو سكرايد. موجوده فين المونو سكرايد يا شباب؟ موجوده في الان سباينال يونت، موجوده في الامعاء. تاني عنوان في الشابتر عندي اسمه ابزوربشن، يا محمد ركز معايا، مونو سكرايد او ابزوربشن اوف الكربوهيدرات. يا دكتوره امنيه، ماذا تعني كلمة absorption؟ passage of simplest form of food from the human يعني أنا اللي مطلوب مني دلوقتي أوصل المونوساكرايد لحد الدم. ركز معايا. قال لك يا مهاب عندي نوعين من الأبزورشن، عندي نوعين من الأبزورشن، أول واحد اسمه بس والتاني اسمه آكل ترانسبورت. يبقى أول نوع اسمه باسيف ترانسبورت والتاني اسمه آكل ترانسبورت. قال لحضرتك أول نوع اسمه فاسيليتيتد ترانسبورت، التاني اسمه آكل ترانسبورت. يعني يبقى أنواع ترانسبورت نوعين، أول نوع اسمه باسيف فاسيليتيتد ترانسبورت والتاني اسمه اكتف ترانسبورت. تاني لسه مبدا معلش ولا كده، بس إن أول حاجة الترانسبورت أو الأبزوربشن بتاعي بيحصل بإتنين ميكانيزم، بطريقتين يا إما باسيف فاسيليتيتد يا إما حاجة اسمها اكتف ترانسبورت. امتى اقول على الترانسبورت باسيف؟ قال لي ثلاث كلمات، قال لك نيد نو انرجي، لا يحتاج الى ماشي اكوردنج الكونسنتريشن جيت. وعشان هو فاسيليتيت يا جماعه يبقى نيد كارير ولا نيد كون كارير؟ كارير. هو مسهل للكارير يبقى يحتاج الى. طيب كلمه اكتف ثلاث كلمات، يحتاج انرجي against the concentration rate. حضرتك مين كارير ولا مين كارير؟ برضه مين كارير. يعني يبقى عندي نوعين من الترانسبورت، اول نوع اسمه اكتف والثاني اسمه فاسيليتيتد او باسيف ترانسبورت. الباسيف بيتقسم لنوعين، حضرتك يحتاج كارير عشان كده اسمه فاسيليتيتد، مسهل تاني كلمه اللي هو بيحتاج. اما الاكتف need energy against the concentration gradient، يقول لحضرتك active يعني need energy against the concentration gradient. لحد هنا اي مشكله؟ نبدا اول واحد اسمه passive absorption of monosaccharides. اسمع الكلام اللي قصاد حضرتك ديت النيوزس خلايا الامعاء، واللي هنا intestinal layer تبويب في الامعاء. اللي هيحصل في التالي يا مهند، المونوساكرايد كلها موجوده فين يا شباب؟ فيهم السواكي والاكل بتاعي. قال لك يا اسراء الفركتوز والبنتوز بيعدوا عن طريق ترانسبورتر اسمه جلوكوز ترانسبورتر. تاني الفركتوز والبنتوز وساعات الجلوكوز، بس مينلي الفركتوز بيعدي عن طريق ترانسبورتر يا محمد اسمه جلوكوز ترانسبورتر 5. موجود فين؟ موجود في البراش بوردر. لحد هنا في اي مشكله؟ بيقول لحضرتك هو بس يعني بيعدي اكوردنج للكونسنتريشن هو بس يعني نيد نو كده. تركيز الفراكتوز اللي يكون عالي، انا لسه واقف يرجع معاك ان التركيز العالي للتركيز الاقل. اكوردنج للكونسنتريشن نيد نو انرجي، مش محتاج كارب امامنا. يقول لحضرتك عن طريق كارير اسمه جلوكوز ترانسبورتر 5 موجود في الاسبانيا، موجود في الرش وده مصر. هل حضرتك والفيو بروديوس ممكن يعدوا بنفس الميكانيزم؟ حضرتك الميكانيزم دي مشكلتها ايه؟ بمجرد ما الفراكتوز التركيز بيتساوي على الميكانيزم
ليه يومية؟ لأنه according to the constitution لازم التركيز يبقى عالي. Thank you.
عشان لا لازم علشان الترانسبورت تشتغل الصوديوم يبقى لنا ولازم عشان الصوديوم ده يكون على خط ان طلع الصوديوم عندي المسج نوعين يا محمد، أول نوع اسمه آكتف وتاني نوع اسمه قال لك بالنسبة للمسج نيد نو إنرجي أكوردنج للكونسنتريشن حضرتك يحتاج كام؟ أما الآكتف يحتاج إنرجي نبدأ نتكلم عن الباسيف. قول لي والله الفركتوز والبنتوز وشوية جلوكوز بيدخلوا عن طريق ترانسبورتر اسمه جلوكوز ترانسبورتر موجود في البرش بورتر. والله الجلوكوز مجرد ما يدخل أنا كده بشتغل ده حضرتك الباسيف. تاني مثال اسمه أكتف، أكتف عن طريق ترانسبورتر يا ندى اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1. صوديوم ليه هاجر؟ عشان بيوصل له اكتيفيشن الصوديوم. وجلوكوز ليه؟ عشان بيقفل الجلوكوز. طيب بقول لك ان الترانسبورت ده بيشتغل ازاي؟ دورامير في تو سايد، 1 فور صوديوم اذر فور جلوكوز. مجرد ما يرتبط بالصوديوم والجلوكوز الترانسبورت بيشتغل اسمع الكلمه جلوكوز اجينست الترانسبورت. Thank you.
يوقف الأوزون. ركزوا معايا. قال لك أول مادة في دواء اسمه مين؟ سمعتوا عنه؟ يقول لك فيديو عليه. الميل موجود في هو كارديا جلاندز. بصوا يا شباب. ازاي؟ سمعنا عن حاجة اسمها مشكلة السينابتس. ولا كأنك سمعت عنه. في دواء اسمه الأوبيل بيعمل إيه؟ إنهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بوند. كل الكلام ما هو انا لما اوقف الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بوند هوقف الصوديوم بوتاسيوم هو السبيل في الجسم. تاني بس كده لا بقول لك الاوبين. قال لك الاوبين بيشتغل ازاي؟ هو كاردياك بمايكوزايد. هو بيستخدم في علاج حاجه اسمها الهارت. بيشتغل ازاي يا محمد؟ انهيبيشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بوند. هو انا لما اعمل لها انهيبيشن اكيد هوقف حاجه اسمها ابزوربشن. حد هنا في مشكله؟ هو دلوقتي في مشكله؟ قال لك تاني مثال دواء اسمه الفلورازين. قال لك الفلورازين بيشتغل ازاي؟ اسمع الكلام. بيبريفنت الباين اوف جلوكوز ويست ترانسبورت. بيمنع من الاساس ان الجلوكوز يرتبط مع الترانسبورتر. لما منع الترانسبورتر منع عمليه الابزوربشن. يعني مهمه بالنسبه لي. ايه الحاجات اللي بتمنع لي الابزوربشن؟ قال لك اول دواء هو اخلص الدايجيشن. انا بحول الكربوهيدرات للسمبل ستيت. تمام؟
solution بتحصل على السيم تيست. لو انا ما عملتش ترانزيشن يقول لك اسمعني كده، الجلايكوزايديز انهبيتور هو عباره عن ادويه مستخدم في علاج مرض اسمه الدايابيتس. مستخدم في علاج الدايابيتس ليه؟ عشان امنع الدايابيتس. ليه؟ عشان امنع الانصراف من الدايابيتس. علاج السكر ليه طرق كتير. لو طيب واحد ما عندوش انسولين انا هتنزل. طب لو واحد اصلا جسمه ما بيستجبش للانسولين زي ما احنا بنقول امنع من اساسه من السكر ممكن شويه اسمع الكلام ده. يقول لك الجلايكو سايديز انهبيتور ازاي بيعملوا انهبيشن للانسولين؟ بقول لك يا محمد حاجه اسمها كوم ريبيتيف انهبيشن. تكمل يعني ايه كومبيتيف انهبيشن؟ اسمع معايا بص لي كده يا مهاب، بص لي يا محمد معلش. المفروض ده الانزيم اللي بيهضم الكربوهيدرات، المفروض لما يشوف الكربوهيدرات يرتبط معاها ويهضم. لحد هنا في اي مشكله؟ انا هديله ماده شبه الكربوهيدرات، شبه الكربوهيدرات الانزيم هيرتبط معاها خطأ اسمها كربوهيدرات. وبالتالي الانزيم هيقف والكربوهيدرات مش هتلاقي انزيم هتنزل في الاسم. تاني المفروض في الاكل بتاعك الكربوهيدرات. الكربوهيدرات الانزيم عامل شكلها وليه عامل شكلها؟ لانها شاطره الانزيم السنه اللي فاتت علشان الاكل المفروض هيرتبط معاها. لما انا اديله ماده سيميلر في الاستراكشر شبه الكربوهيدرات يا مهاجم الانزيم هيرتبط مع الماده دي خطأ غلط. الانهبيشن ده اسمه ايه؟ مادتين يتنافسوا على الريسبتور، مادتين يعملوا كومبيتيشن. خلينا دلوقتي نتكلم في ايه؟ انهبيشن اوف كربوهيدرات ابسوربشن. قال لك اول حاجه اول ماده اسمها اوبين. الاوبين بتعمل ايه؟ انهبيشن للصوديوم والبوتاسيوم. تاني حاجه اسمها جلايكوزايديز انهبيتور. بصوا يا جماعة الفلافونويد بتعمل ايه؟ لوك جلوكوز ترانسبورتر. مش كل الكربوهيدرات بعد بتعدي عن طريق جلوكوز ترانسبورتر في كل المكان. وانا لو قفلت انا هعمل كل الكربوهيدرات بتاعتي. تاني بصوا كده احنا مع بعض من جلوكوز وعن طريق الباب دوت دلوقتي خدت موضوع اسمه ابزوربشن اوف كربوهيدرات. ابزوربشن اوف كربوهيدرات عن طريق اكتف او باسف ابزوربشن. قال لك بالنسبه للاكتف ابزوربشن خلينا في الباسف الاول. قال لي والله عن طريق جلوكوز ترانسبورتر بايب مين اللي بين الفركتوز والجلوكوز وشويه جلوكوز هنا. قال لك هو باسف يعني اكوردنج للكونسبتيشن. هات مين؟ هو انرجي اسمه عادي. طيب قال لك تاني ترانسبورتر اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1. صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 هو اكتف. يقول لك ايه صوديوم ترانسبورتر؟ صوديوم جلوكوز ترانسبورتر ولا اكتف؟ مين اللي صوديوم؟ اكوردنج للكونسنتريشن. حد يبقى اي مشكله؟ دكتوره هناء مجرد ما صوديوم يدخل الانتستين يطلع عن طريق حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم. الانهبيتور أربعة دوايين ما لهمش علاقة أصلا بالكربوهيدرات بس بيأثروا عليه. أول واحد اسمه الأوبين ده كارديا جلايكوزايد. ده أنا بستخدمه في علاج المرض بس بيروح لي من أعلى الأبسوربشن. إزاي؟ عن طريق الوقاية السوري والبلاسيك. وسم اسمه الكلورازين حضرتك لو شميته بيروح يمنع البايننج والجلوكوز ويز السوبر ترانسبورتر.
دوايين لهم علاقه بالسكر ولا السكر. اول واحد انا بديه الشخص عشان يمنع امتصاص الجلوكوز اسمه جلايكوبروفايديز انهيبيتور. ده دواء بيعمل كومبيتيشن مع الانزيم وبيمنع الابسوربشن في حالات الانزيم. تاني واحد اسمه الستيرويد. ده دواء بلاند دريفن بيعمل ايه؟ بلاند دريفن يروح يرتبط او يعمل بلوك للجلوكوز والسبورتر اثنين وبعدين الفاكتوز بيتحول للجلوكوز.
وبعد كده بيطلع ليه. ايه يقول لي ايه مصير ولا مصير يا شباب؟ اه ايه جيم فايبريشن؟ حد بس شغال دماغه دقيقة افتكر ان في البايو انرجيتكس رقم واحد فايبريشن مصدر، رقم اثنين ابسوربشن، رقم ثلاثة الخلايا بتاخد الجلوكوز ازاي؟ الريسبتور للجلوكوز موجود على فكره. ايه هي بقى انواع الجلوكوز ريسبتور؟ يعني انا بشرح ايه؟ بشرح الريسبتور بتاع الجلوكوز. قال لك هما نوعين اثنين كبار. اول نوع اسمه صوديوم ديبندنت جلوكوز ريسبتور. يعني الريسبتور اللي بيشتغل بمساعدة تاني نوع اسمه نان صوديوم او صوديوم اندبندنت جلوكوز ريسبتور. لحد هنا في اي مشكله؟ تاني انواع الريسبتور اللي موجوده في خلايا جسمك للجلوكوز نوعين كبار يعني. اول نوع اسمه صوديوم ديبندنت جلوكوز ريسبتور، وتاني نوع يا دكتوره ياسمين اسمه صوديوم اندبندنت جلوكوز ريسبتور. في عنوان اسمه صوديوم ديبندنت. قال لك عندي اثنين ترانسبورتر، واحد اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 والثاني اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2. واضح؟ يبقى الثاني هو الريسبتور اللي بتعمل ابتيك للجلوكوز. نوعين صوديوم ديبندنت وصوديوم ديبندنت. تعالى كلميني في الصوديوم ديبندنت، قال لي صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 والصوديوم جلوكوز ترانسبورتر. اما الصوديوم اندبندنت هما جلوكوز ترانسبورتر 1 2 3 4 5 6. مطلوب منك ايه؟ كل واحد يعرف هو فين وبيعمل ايه. واضح؟ نرجع واحد واحد. هتلاقي نفسك عارف ان هو صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 موجود فين؟ قال لي موجود في البراش ووتر سينتس. صح كده ولا انا غلطان؟ موجود في يوميا صوديوم واحد موجود في البرش ووتر سينتس. اهميته بيعمل لي ابسوربشن فيها كلمه كتير والله ما فيهاش كلام. بقول لك موجود في الانتستن عشان يعمل ابسوربشن. صح يا محمد؟ قال لك موجود في الانتستن، موجود في منطقه اسمها بروكسيمال انفيريودي تيوبيول، موجود في الرينال تيوبيول، موجود في الكلى. ليه يا شباب؟ عشان يعمل ري ابسوربشن. حبيبك اي مشكله؟ يبقى موجود في الانتستين عشان يعمل ابسوربشن. وموجود يا مواد في البروكسيمال انفيريودي في الرينال تيوبيول عشان يعمل ري ابسوربشن. قال لك اما الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 برضه موجود في البروكسيمال كونفيول عشان يعمل ريابسوربشن. قال لي والله الاولاني مسؤول مني عن الابسوربشن وبيعمل ريابسوربشن 10% بس، اما الثاني مسؤول عن ريابسوربشن 90% بس. بصوا يا شباب كلمه لنفسك لما تاخدوا ان شاء الله موضوع اسمه الابسوربشن في شابتر اسمه الكيمي في ماده اسمها الفسيولوجي. هتاخدوا بقى ايه المواد اللي بيحصل لها ابسوربشن في البروكسيمال كونفيريتي، وايه اللي بيحصل لها في النوفيل، وايه اللي بيحصل لها في الديستال، وايه اللي بيحصل لها في الكوليفيريتي. الجلوكوز بتاعي اهم حاجه بيحصل لها ابسوربشن. بيحصل لها ابسوربشن في جسم حضرتك بيعمل اللي انت ما بتعملوش. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. طالما انت كده كده هتعمل ري ابسوربشن للجلوكوز كله هيكون الخمس جلوكوز. واحد كم واحد؟ واحد اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر موجود فين؟ اسمه وموجود في البروكسيمال كومبيوتر. ليه؟ عشان يعمل ابسوربشن وريابسوربشن. اما صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 موجود فين؟ في الكدني. ليه في ده؟ عشان يعمل ريابسوربشن.
بينهم ده الصوديوم جلوكوز ريشيو 1:1 انا ده يعني ايه يعني الاولاني بيعمل ابسوربشن لجزيء الجلوكوز وجزيء الصوديوم انا ده زي الصوديوم قدام الجلوكوز دوت في اثنين سايد بالشكل ده واحد الصوديوم واحد الجلوكوز اما الثاني في ثلاث سايد خلينا بقى خلصت كده انا الصوديوم كده على الصوديوم هم ماشيين كده بالحرف اكس يعني جلوكوز ترانسبورت واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ما عنديش سته حد هنا في اي مشكله يا شباب هل انت قسمت لك الصوديوم بين بينهم تقسيم دي انسولين سنسيتيف انسولين انسنسيتيف مصدر تاني للطاقة.
بعد اذنك نعرف انه موجود في الار بي سي. عايز تصور ونعرف انه موجود في الار بي سي في مصر دي لسه قليله. قال لك تاني واحد اول ما كان هو مش لاقي الريستور موجود في الريستور مش في الريستور. وبيقول لك في الكتاب ان موجود في الريستور واضح يبقى موجود في ثلاث اماكن في الريستور في البنكرياس. ثالث واحد اسمه جلوكوز ترانسبورتر موجود في ثلاث اماكن مهم جدا تعرفه في البنكرياس في البلاسنت. قال لك موجود في البريد والنيرف تشو. يعني يبقى انا بتكلم عن جلوكوز ترانسبورتر ازود كلمه وانا بتكلم يا شباب. موجود في الهارت ديزيز والمصل والاديكوس تشو عشان يعمل تقطيع للجلوكوز. ما تعرفيش كلمه تقطيع للجلوكوز غير انت لو مش مذاكر. بقول لك الجلوكوز ترانسبورتر بيعمل ايه؟ مش مذاكر. يعني تقطيع للجلوكوز مش اضافه يعني. جلوكوز ترانسبورتر موجود فين؟ موجود في الليفر في البنكرياس وموجود حضرتك فين تاني؟ في الانتستين اسمه عاش. جلوكوز ترانسبورتر ثلاثة موجود في البنكرياس في البلاسينتا والبرين. قال لك جلوكوز في مذكرة
كده اللي ده يعني مفهوم التفاصيل اللي يعني سيجاره انا عايز اقول لك ان هو يعني ايه الكير بالسيت يعني رقم الريسيبتور او الاكتيفيتي بتاع الريسيبتور يعني اللي هو بيرتبط بالجلوكوز بسرعه ولا بيرتبط بالجلوكوز يا اما عشان بس دماغك ما تقعدش تفكر في حاجه اسمها سبستنس كونسنتريشن ذات ليد تو فوس فيكس مش عارف دي خالص 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 اللي انا عايز اقوله. بصوا يا شباب الجلوكوز هو السنسيتيفيتي بتاعته او الكي ام بتاعته قليل ماشي. اما جلوكوز ترانسبورتر 2 الكي ام بتاعته يعني ايه؟ اسمع بقول لك جلوكوز ترانسبورتر 2 اسمع موجود فين؟ موجود رقم واحد في الانتست رقم 2 موجود في رقم 3 على فكره يا شباب الثلاث اماكن دول بالنسبه لك عدد الانتستين هتعمل ابزوربشن للجلوكوز والليفر هياخد الجلوكوز يحوله الجلايكوجين والنكليوس اصلا بيطلع الانسولين اللي مسؤول عن العمليه دي فاكرينه مسؤولين؟ ثلاث اماكن ما فيهوش صدفه ثلاث اماكن دول لازم يشتغلوا اول ما كميه الجلوكوز بتبقى كبيره ليه؟ هي بتعمل امتصاص من الجلوكوز ودوت هياخد الجلوكوز ويحوله والتاني لازم يشتغل عشان هو اللي اصلا بيطلع الفلوس فلازم الريسيبتور اللي موجود فيهم يديهم رابد ابديت من رابد فيس يعني ياخد الجلوكوز بسرعه ويرسمه بسرعه وحضرتك الاماكن ديت مش عايزه الجلوكوز هي مستشعرات للجلوكوز والتلات اماكن ما تحطوش مع بعض عبثا حضرتك عدوا عادي اصل الليفر هو اللي هيخزنه لازم يعرف مجرد ما الجلوكوز يسمع كده اصل حضرتك البنكرياس هو اللي بيطلع الانسولين اللي مسؤول عن الدم لازم يسمع عشان كده لو مش عارف الموضوع ده
انا هقوله. قال لك اول حاجه اعمل اوكسيديشن للجلوكوز. رقم اثنين لو انا مش عاوز اعمل اوكسيديشن كونفيرت وغلط أنا أصلاً
لكن جلوكوز ممكن احوله لجلوكوز. ايه الهدف؟ عشان اصنع منه واضح؟ وانا كده حولته رقم اثنين، الجلوكوز ممكن احوله لفركتوز. ايه الهدف؟ عشان اصنع منه السنين. قال لك الجلوكوز ممكن احوله لجلوكوز. ايه الهدف؟ عشان اصنع منه السنين. الجلوكوز ممكن احوله لجلوكوز. تاني يبقى اول حاجه ابتدي بايديشن، بعد ابتدي بايديشن وستريشن يا معلم، يا اما ريشن مصري يا اما بايديشن مصري. طب ثلاثه اعمل له كونفرجن تو انسر سبورتس، حوله اعمل ديزيز ستريتش.
علاجه رقم واحد ستوب بريست فيدنج، الطفل ما يشربش
يعرفش ده، ويديله حاجه اسمها لاكتوز فري لبن معدل لا يحتوي على اللاكتوز مخصص للعيال العمليه. سنتروز كبيره نفس الهدف، يقول لك واحد ما عندوش انزيم سكريز، فبالتالي اول ما ياكل السكر او السكريز بيستخدم الاعراض ويعرض سنتروز فري. طيب لو شخص لا كبير خلاص العيل ده مش هيكبر، مش هيكبر هو هيكبر عيل من فري دايت، يعني لاكتوز فري دايت الاكل بتاعه كله ما يكونش فيه لازم على طول يستخدم كالوريك انتيك، لان هو هيبدا يبعد عن اكل معين ممكن كميه الكالوري اللي بياخدها. سؤال شباب نفس الاعراض، السكر بيتراكم ويسحب الميه ويعمل دايريه ويعمل ديجيشن وكرامبو قبل من الليل والشخص كله لم يسكن. تعرف ازاي؟ من الوهله الاولى من جوه داخلي، تعرف ازاي هو لا يفوز ولا يسكر. قعدوا على جنب الشباب ده، ما يحصلش ايه؟ اديله سيرفي لو كان بس يعرف؟ من السن هيفرق معاك؟ هو لو عنده لاكتوز انتوليرانس هيبان في اليوم الرابع يا ابني، هو لسه بيشرب لبن. لو عيل وصل لخمس وست سنين خلص مرحله الرضاعه يبقى في مش المشكله في اللاكتوز، المشكله في السكروز، مش محتاج عقل وتفكير. والله اقول لك من السن بتاعه حضرتك بس عليه ما تقولش. طب لو كبر هو عدى مرحله واضح الكلام؟ يدخل خمس خطوات ويتحول لماده اسمها بايروفيت.
اقلب الغاوي في الخمس خطوات دول يطلع لي جزئين من اتش بلس اتش ويطلع لي جزئين من تي. تاني اقلب في الخمس خطوات يطلع لي واحد من اتش بلس اتش واثنين تي. تاني يا جماعه جزئين الجليسرال دايره. السؤال محتاج تفكير. يبقى جزئين الجليسرال دايره هيتحولوا لكام واحد بايروفيت؟ اثنين. يبقى هيدوك كام واحد اي تي بي؟ في اثنين ماشي. ويديك كام واحد من اتش بلس اتش؟ اثنين. راح الواحد بيديني واحد ناب واثنين تي بي. يبقى الاثنين ادوني اثنين ناب واربعه تي بي. يبقى كده الجلوكوز الناب الدكتوره ميرنا اتحول لاثنين بايروفيت. وايه اللي حصل؟ طلع لي اثنين تي بي. طلع أربعة. أنا كنت مستهلك. عارف أنت لما تيجي تعمل مشروع استلفت 2 جنيه وعملت مشروع كسبت منه أربعة. يبقى حضرتك لما المسألة هي معاك كام؟ معاك 2 جنيه. ويبقى لي 2 اتش. البايروفيت ده هيخش لي الكلبس. طب لو انا ما عنديش اكسجين البايروفيت هيتحول للاكتيك اسيد. مش بيقول لك لو انت ما عندكش اكسجين العضلات بتتحول لحاجه اسمها لاكتيك اسيد بيحصل لاكتيك اسيد. يقدر يعمل لي ديفينيشن اوف جلايكوليسيس ات از ا ميجور فور جلوكوز ان ويتش وان مولكيول اوف جلوكوز يتحول لاثنين بايروفيت ايروبيكال. لو انا عندي اكسجين او اثنين لاكتيت ايروبيكال لو انا ما عنديش اكسجين. تاني قال لي هو ميجور باسوي فور جلوكوز اوكسيديشن ان ويتش جلوكوز يتحول لاثنين بايروفيت. لو انا عندي اكسجين لو انا ما عنديش اكسجين في ثانيه فين؟ سيتوبلازم اوف اول سيل اوف سيل. اتفق معاك. الجلايكوليسيس مهمه لكل خلايا الجسم. بس اهميتها تبص على الرابعه. هي مش بتحصل فين يا شباب؟ سيتوبلازم يعني بتطلع لي اي تي بي في السيتوبلازم. صح؟ وباقي الخلايا او باقي العمليات بتطلع لي اي تي بي فين؟ في الكريبس والايتيزي بيحصلوا فين؟ يعني باقي الاي تي بي بتطلع فين؟ يبقى اكيد هي مهمه للخلايا في شويه صح ولا انا غلطان؟ تاني عند حضرتك الار بي سيز يا مهم. الار بي سيز ما فيهاش ميتوكوندريا. يعني ما فيهاش ميتوكوندريا يعني ما فيهاش مصادر طاقه للخلايا. الطاقه اللي فيها طبعا بس مين يا شباب؟ الجلايكوليس. رقم اثنين مش العضلات اثناء الاجر. يعني ايه انيروبيك يا شباب؟ لو ما فيش اكسجين ليه؟ عشان الاكسجين هو المصدر اللي هيعمل الهيدروجين خلاص. لو انا اني روبيك المعطله شغاله وحده للاسف بنعتمد على بس. بصوا هو انا ممكن اقول لكم حاجه كده ان مات اتش دوت ده الاكسترا ميتوكوندريال من اتش اللي هو يعرف؟
نعرف اقول والمصدر